مهاجم نادي الزمالك، وزي ما قلت من شويه هو افضل مهاجم في مصر في الوقت الحالي. ازيك يا باسم؟ ازيك يا استاذ كريم؟ عامل ايه؟ وحشنا والله. اخبارك يا نجم؟ كلام جميل انت عملته. مبروك والله، امبارح يعني بتأدي بشكل رائع جدا، و الحمد لله انتصار مهم في وقت صعب امبارح، والزمالك بيصعد لملحق دور ال 16. الحمد لله طبعا، يعني فوز غالي جدا جدا يعني، والحمد لله ربنا كرمنا في اخر ربع ساعه. والله يا كابتن كريم احنا بنتعب عشان نفوق، جمهور الزمالك تعبان عشان قدرنا الحمد لله هنفرح جمهور نادي الزمالك الحمد لله. بس بحكي لي كده يعني، قول لي الماتش كان 1-0 بالهدف اللي انت احرزته في البدايه، وبعدين الماتش قلب شويه في الشوط الثاني بقت 2-1، والزمالك دخل في وضع صعب شويه في اخر 10 دقائق، وبعدين قدرتوا ترجعوا تاني للمباراه بهدفين. احكي لي على التغييرات وازاي ساعدتكم انتوا كلاعبين داخل الملعب في الشوط الثاني، نزول حازم امام، نزول احمد علي، نزول مصطفى فتحي، وقدر الزمالك يحرز هدفين في اخر 7-8 دقائق. والله يا كابتن كريم يعني احنا الحمد لله ربنا كرمنا قدرت اجيب الجون. احنا ضغطنا في بعد ما جبت الجون بخمس دقائق ضغطنا جامد جدا، فبالتالي انا كنت برجع في نص الملعب بتاعنا، كل فرقتنا كانت في نص الملعب. فالراجل عمل تغييرات اللي هو يعني، وبعدين نزلنا الشوط الثاني جه فينا جون وجه فينا جونين، فخلاص يعني الراجل نزل حازم امام عايز يهاجم بقى، ونزل احمد علي. فسحبوا الفرقه لقدام، وبقينا بدل ما كنا انا واحد قدام بقينا ثلاثه قدام، فسحبنا الفرقه، فالحمد لله قدرنا وبتوفيق ربنا طبعا ان احنا نجيب جونين. فبشكر ربنا طبعا والحمد لله على المكسب ده يا كابتن كريم. طيب يعني باسم، شايف الفتره الجايه ازاي بالنسبه لنادي الزمالك في بطوله الدوري؟ عندكم مباراه مع الرجاء، واكيد انتوا واخدين دفعه معنويه كبيره بعد الفوز امبارح والعوده لبطوله الدوري تاني. والله بص يا كابتن كريم، انا يعني اكلمك يعني بلسان كل اللعيبه بتقول كده، الفرحه احنا فرحنا خلاص والحمد لله وكسبنا وتاهلنا، بس احنا احسن حاجه احسن ميزه في نادي الزمالك في لعيبه نادي الزمالك دلوقتي كل ماتش يا كابتن كريم بناخده بماتشه. يعني ما بنفكرش في احنا بعد خمس ماتشات هنعمل ايه، لا احنا عندنا ماتش الجاي يوم الخميس عندنا الرجاء، بنفكر في الرجاء بس. ان احنا ناخد الثلاثه بونت بتوع الرجاء بس، وبعد كده نقدر نفكر في الماتش اللي بعده. هنلاعب مثلا كذا، هنفكر في الماتش ده بس. دي احسن ميزه في نادي الزمالك دلوقتي وفي اللعيبه اللي موجوده، احنا بناخد كل ماتش بماتشه، مش بناخد بقى يعني لو كسبنا كذا هنعمل كده، احنا بناخد كل الرجاء، عندنا رجاء، ركز في الرجاء، ربنا يكرمنا في الرجاء ونقدر نكسب وناخد 3 بوند، دي اهم حاجه عندنا الفتره الجايه ماتش الرجاء. طيب قول لي يا باسم، انت ما شاء الله ما يعني محدش يقدر يختلف عليك في الملعب، لكن في ناس شويه بتاخد عليك كلام اللي انت على تويتر وعلى الفيسبوك والصور والحاجات دي، شايف الكلام ده ايه بالنسبه لك؟ والله كابتن كريم انا تقدر تقول مثلا اخر مشكله انا مثلا الناس دخلتني فيها بتاعت ابو تريكه، دي اخر حاجه انا يعني مثلا انا اتصورت، انا بس اتصورت وعملت رقم 22 بس لناس معينه، مش للكابتن محمد ابو تريكه خالص، وانا وضحت ده قبل كده. ايوه. والناس عشان دخلت الموضوع كده يعني، عايز اعرف الموضوع ده عشان بس ما حدش كان في تاني، قول لي اخر مشكله ايه اللي حصلت تاني؟ يعني انا عملت ايه تاني مثلا؟ على تويتر انا ما بقولش اي حاجه. كتبت على تويتر يعني مش عارف هنعمل ماتش غالي بكره وحسام غالي كمان. مين انا بقول لك الناس بتقول ايه يعني؟ ايوه انا عارف حضرتك بتقول الناس بتقول ايه، بس مين اللي مش الناس تتاكد الاول من الخبر، انا مش انا اللي قال كده. مش انت اللي كتبت كده. لا طبعا، ولا انا اصلا من ساعه الموضوع 22 ولا عملت اي حاجه تاني خالص. طيب يعني انا عايزك تركز في الملعب وسيبك بقى من الحاجات دي يعني بره الملعب، وعايز الناس كلها تحبك يا باسم، يعني عايز الناس كلها تحبك، مش عايز حد يزعل منك. انا بحترم النادي الاهلي جدا، بس الناس يعني حطاني يعني انا ما اعرفش، بس انا عايز اقول حاجه، انا الحاجات دي يا كابتن كريم اصلا بتديني دفعه جامده جدا يعني. انا الحاجات دي بتديني دفعه جامده جدا، الناس تقعد تتكلم عليا يعني، تقعد في ناس كتير تقعد تشتم ومش عارفه ايه على الصفحات وبتشتم بالام والاب، وكل ده يعني بيديني دفعه جامده جدا، مش بيهمدني زي ما الناس فاكره. ايوه. طيب قول لي، انا بحترم كل الناس يا كابتن كريم، من خلالك انا بحترم كل الناس وما بقولش اي حاجه على التاني. يعني الافضل الفتره الجايه، بس انا عارف انت خلاص وضحت دلوقتي، الافضل الفتره الجايه تركز في الملعب فقط وسيبك من الحاجات اللي بره. والله شايف الحمد لله بفضل الله الواحد مركز ازاي في الملعب، الحاجات دي لو مأثره عليا طبعا مش هظهر. طيب في المستوى ده قول لي، انت اللي قلت اللي انت لو الزمالك خد الدوري هتحلق شعرك؟ ولا يعني حد مزيف؟ انت ايه رايك يا كابتن كريم؟ والله يبقى افضل. يبقى افضل حتى لو الزمالك صعد من دور ال 16، ملحق دور ال 16 في الكونفدراليه. لا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم، بس كده نقدر نحرز بطوله الدوري الاول وافكر بقى في موضوع. لا ما تفكرش، انت قلت انت لازم أحلى لازم تلتزم.
يعني هنفكر ساعتها، هنفكر ان شاء الله. طيب ماشي، عشان بس سيادة المستشار ما يزعلش. هو الست المستشار عايزك تحلق شعرك صح؟ طب وانت عايز اقول لك حاجه، انت شايف شعرك حلو مثلا يعني ولا ايه؟ لا هو جامد، تقطع فيه بقى كابتن كريم، ستايل شعري جامد جدا. مبروك يا باسم، وبالتوفيق ان ربنا شاء الله في يخليك. الفتره الجايه. انا بشكرك كابتن كريم، انت يعني من الناس المحترمه جدا اللي الله انا يخليك يا باسم، بحبها حتى على المستوى الشخصي والله العظيم، الله وعلامي يخليك يا باسم، علامي نضيف فعلا بجد يعني. بشكرك يا باسم، بشكرك شكرا شكرا جزيلا، كابتن. الله يخليك. نشكر طبعا باسم مرسي لاعب نادي الزمالك، وبصراحه متالق زي ما قلنا الفتره الحاليه مع الزمالك. طيب